السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قائمة بأهم برامج البن، عشان ناس كتير كانت بتسأل عليها. هنا هتلاقي أسامي الشركات، وهنا هتلاقي الأقسام اللي إحنا بنشتغل عليها. طبعا في البداية لازم يكون عندنا 3D موديلنج. لو ما عنديش 3D موديلنج يبقى ما عنديش أي حاجة من الحاجات دي. دي هنا 3D موديلنج، عندنا مثلا شركة أوتوديسك عاملة ريفيت وعاملة فراوركس وعاملة أوتوكاد 3D وعاملة أوتوكاد أركتكتشرز. في شركة بنتلي عاملة إيكو سام وعاملة مايكرو ستيشن وعاملة أوبن رود وعاملة بو ستراكشر. وبعد كده عندنا أول بلان، دي ده من البرامج اللي احنا شغالين عليها بنشرحها في برامج في بيم أريبيا. قناة بيم أريبيا على اليوتيوب فيها أغلب شرح البرامج دي. هنلاقي عندنا هنا مثلا شركة تمبل عاملة السكتش أب. حد يقول لي طب هو السكتش أب بيم، لو أنت حطيت في أدنس بتسطب اسمها سكتش أب بيم بيخليك ترسم أبواب وشبابيك وحوائط ويبقى فيها الخصائص بتاعتها. في كاتيا، ده من برامج البيم المهمة. ميداس عندنا برضو 3D موديلينج. عندنا هنا الفيجوال اي ار كيو، عندنا هنا الكات سوفت. طيب في الفور دي هنلاقي عندنا نفس اوركس والنافيجيتور والفيبو، وفي برنامج زي بيلدر، وده برنامج عربي ممتاز جدا بيشغل 4D و5D، وتقدر تدمج بينه وبين الأقسام الأخرى. يعني مثلا لو دخل معلومة بتظهر معاك في الفواتير وبتظهر معاك في الحسابات، بتظهر معاك في حاجات كتيرة جدا. يعتبر برنامج من المانجمنت. تمام. طيب عندي هنا في الفور دي عندي هنا النفس وركس، وعندي الفيكو، وعندي الاي تي دبليو او ده ألماني، وعندي السينكرو، وعندي زي بيلدر. الفايف دي نفس وركس، وعندي الفيكو، وعندي الاي تي دبليو او، وعندي ممكن تستخدم الاكسل. السكس دي اللي هي الاستدامه، وده هتلاقي مركزين عليه قوي في بيم عربي على اليوتيوب. ده عندك الفازاري، جرين بيلدينج ستوديو، الايكو تكت، الايكو سيم انرجي سيموليتر، الايكو ديزاينر هتلاقي شركه تحته، سفاريا هتلاقي ديزاين بيلتر، ده برام قوية ومشروع برضه على بيم أريبيا، والأوبن ستوديو، S7D مينتيننس أند أوبريشن، بيلدينج أو بي إس، الأسيت وايز، التكلة، الأركتكشر، الاستراكشر، الـ MEB، الفيور. الفيور برضه معانا زي بيلدر، تقدر تشوف حاجات البيم اونلاين. عندنا اي 360، عندنا بنتلي، عندنا تكلا، عندنا بيم فيوجن، اي اف سي فيور. وبعد كده الريندر 3D ستوديو، وهتلاقي عندك ماكسون، هتلاقي عندك ممكن تستخدم اليومن، المانجمنت بيم 360 وزي بيلدر والبروجكت وايز والاي تي دبليو او. وعندنا ايه تاني، والبيم كونسلتنت. دي اهم برامج البيم، وهتلاقي رابط الملف الـ PDF دوت اسفل.